كده. طبعا قد يكون بعضها اتكلم فيها بس اعيدها كده، مش مشكله. النقطه الاولى، التسخين الحصان للفتح، كم يحتاج الحصان للتسخين قبل فتحه وقبل تحريكه وقبل هذا؟ طبعا يعتمد على الحصان، بعض الخيل ثقيل، تركيبتها قويه وتركيبتها فيها ثقل شوي، فتحتاج تسخين اكثر حتى كانت جاهزه، وبعض الخيل خفيفه ما تحتاج تسخين مره. لكن التسخين بشكل عام، سواء للفتح او التسخين للحصان قبل الهذب قبل التحريك، وطبعا تكلمت عنه في فيديو، زي موضوع التبديل لما تكلمت موضوع التبديل، في نظري انه حس اكثر من روتين. سهل انك تقول لي كيلو مسار، كيلو وين خباب، كيلو هذب، فتح 400 متر، هذا روتين. اللي يحط الروتين ده ناس ما لهم دخل في الخيل، بقى الحصان هو يعلم السايس ايش يسوي، هو يعلم الجوكي ايش يسوي، بينما الجوكي والسايس اعرف بالركوب وبالحصان منه، يحسون بالحصان اكثر منه اصلا. هذا اصلا خارج على مقام نطاق خدمه، لكن اللي يفهم في الخيل ويركب نفسه يعني يعرف ان التسخين المفترض يكون حس اكثر ما هو روتين. ما تحط لي قواعد معينه حسب الحصان، الخيل تفرق عن بعض. فبشكل عام يعتمد على الحصان، بعض الخيل تسخن بسرعه ومفترض انك انت تركب ركوب صحيح تحس بالشيء هذا، وبعض الخيل ما يسخن بسرعه، زي مثلا السياره لما تشغلها صباح بارده في وسط الماكينه قوي شوي، بعض الناس يقول خلها 5 دقائق، بعض الناس يقول خلها دقيقه، بعض الناس يقول عد الشرطه الثانيه ولا عد الشرطه الثانيه، العلامة حق الحرارة تروح. لكن بشكل عام صوت الماكينة يتغير أصلا إذا سخنت، لا أو ما تشغل تكون الماكينة قوية ثم تسخن شوي، ثم بس يتهدى شوي الصوت يهدأ. إذا ما تشغل موتور قوي مرة ثم يهدأ، أو اللمبة لما تشغلها توك مشغلها تطلع صوت قوي ثم تدريجيا تخف، لكن مخليها طافية لوقت طويل. فالتسخين شيء حسي أكثر ما هو روتين. طبعا الروتين يجي عن طريق الحس، لما الشخص يركب خيل كثير أو يحس أن أكثر الخيل تحتاج مثلا من ربع ساعة إلى 15 دقيقة او من 10 دقائق الى 7 دقائق، لا شك ان الروتين هذا جاء عن طريق حس، عن طريق ممارسه، وفلان علم فلان وفلان علم فلان وفلان علم فلان، فوصل لك انت ان الروتين هو 15 دقيقه او 10 دقائق او 5 دقائق. لكن هذا لا يعني ان ما لها استثناءات، ضبطت مع حصان اخر يحتاج اكثر، مع حصان اخر يحتاج اقل. فالتسخين يعتمد على الحصان. طبعا كيف احس؟ هي شيء تحس فيه وانت راكب الحصان، لما تحس الحصان متحمس مثلا تجهز، طبعا متحمس بشرط انه ما يكون في شيء يستفزه، مثلا انت راكب حصان بحالك ما في شيء يثيره او يستفزه مثلا خيل او اشياء مخيفه، وبالنفس التحمس معناته انه صاخب. ايضا لما تحس الحصان عضليا او ما يطلع شوي متشدد ثقيل ما هو مسترخي، تدريجيا بدا يسترخي معناته انه الحصان صخن. عاده الشخص اللي يركب بدون سرج وطريقته اصح او طريقته يعني اكثر صحه، لا شك انه يحس بصخن اكثر. لما الشخص راكب على الحصان بكرسي يسميه سرج، فرق بينه وبين الحصان سرج وركبات شكل فوق الحصان، الحصان يسخن ولا ما يسخن هو بس قاعد فوق الحصان شكل، فما يقدر يحس فيه. فطبيعي اذا ما كنت تقدر تحس بالحصان تحتاج واحد يقول لك متى الحصان يسخن، فيحطون الروتين حقهم اللي هو الاوقات. فانا شخصيا ارى ان التسخين ما هو روتين قدر ما هو حس، زي في التحمل تلاحظ اللي يركبون ركوب صحيح مره ما يحتاج الساعه عشان يعرف ان الحصان تعب او ما تعب، من نفسه يحس الحصان تعب يرجعوه من نفسه، يحس الحصان نشط حركه. بينما الغشمان يقدون بعض مجرد التقليد يمشي على السرعه، الحصان تعب ما تعب ما تفرق معه. فالخيال يحس، الغشيم قاعد فوق كرسي ما تفرق معه، فيحتاجون يحطون روتين معين. فالتسخين يعتمد على الحس او حس الحصان. طبعا كيف اعرف الخبب ولا هذب؟ كيف اعرف هل هذب الحصان او كيف اخب الحصان او متى اخب ومتى هذبه؟ طبعا مرتبطه بالتسخين، بس قد تكلمت عنها، هي مرتبطه بان لما تركب ركوب صحيح مع الوقت الحصان يصير يعرف كيف يستاذنك. واحد من المقاطع سويت مقطع الهذب اللي كنت هذب الحصان اصفر، كنت هذبه كنت اوضح انه يحب الهذب اكثر من الخوف، فلما ارجع خوف اعطيه اناني هذب من نفسه، ارجع خوف اعطيه اناني هذب من نفسه، ارجع خوف اعطيه اناني هذب من نفسه، اختار اني هذب. لو اقول له خب خب، لو اقول له هذب هذب، ثم لما قلت له اختار الهذب، بعض الخيل يكون اختار الخب. زي ما قلنا موضوع القطع، الحصان القوي يحب الخب ويحب الهذب، المربوع يحب الهذب السريع والكرب، والمدي يحب النقل والواسع، يعتمد على الحصان. لكن عقب ما امشي جميع السرعات والخطوات اخيره واخليه يختار، بشرط اني لو قلت له اي لحظه عطني السرعه اللي ابغاها طبعا يعطيك اياها. فشيء حسي. طبعا الخب لا شك انه يقوي الحصان عضليا، طبعا لما اقول يقوي الحصان عضليا معناته انه اخطر العضل، يعني الشيء اللي يقويك عضليا يقويك عضليا عن طريق انه يتعب عضلك، فالعضل يتقوى بسبب التعب. فبما ان الخاب يقوي حصان عضليا معناته انه اخطر العضل، ممكن يتعور حصان يجي الشد بكتفه من خبط، عشان كذا الخاب يقوي العضل. الهذب طبعا من ناحيه النفس والواسع والفتح، من ناحيه النفس افضل للحصان واهم او اقرب للوزن من الخبط، لانك في الخبط خاصه انت تركب سيرج اكثر الناس يرخي الان ويقوم يقعد مع السيرج او يتشعبط مع الحصان يستعمل القوه، الحصان خاب وانتهينا. لكن في الهذب اذا ما توزن الحصان وزن صحيح يحوسك بالهذب، يحاول ينطلق او يحاول يتفلت، يا
لكن في الخاب بيصير يضطر يهذب ثم ينطلق، في يعني او حتى ما يقمص الخاب، صعب يقمص الخاب، لكن في هذا بيقمص قمص واضح، فقد يكون في وزن اكثر، فيعتمد على الشيء اللي تبغاه او الشيء اللي هدفك اللي تطلبه من الحصان. لكن بشكل عام الخبب افضل عضله الحصان، والهذب افضل لنفسه. من ناحيه الصعوبه الخاب اصعب بدون سرج، لا شك الخاب بشكل عام اصعب من الهذب، انك في السرج تقوم وتقعد السرج مثبتك، بدون سرج ما شيء يثبتك، فتبغى حصان يثبتك فوقه، والحصان لن يثبتك فوقه لو ركبت ركوب صحيح. لكن لما تركب ركوب صحيح يصير الخاب والهذب زي بعض، بالعكس حتى مرات يصير الهذب اصعب من الخاب، زي بعض المقاطع حتى مع العسيف تلقى حصان خاب ورجوله مرتخيه، يعني معناته حصان يثبتك فوقه ما تثبت نفسك فوق الحصان، بينما تلقى ناس وهو راكب بالسرج ضم رجوله مصمك لانه ركوبه خاطئ. ف الموضوعين مرتبطين ببعض، الخبب والتسخين دخلت في بعض، لا شك فيها، يعني ان بالنهايه حس. طبعا لما اقول حس، الروتين طبيعي، انا سويته، فلان سواه، فلان سواه، كل الناس بتسويه، يعني شيء حاصل حاصل. لكن زي ما فلان وعلان سووا الخطا ثم تحسن، ومفترض الشخص اللي يسوي خطا حاليا يتحسن، الفرق انهم هم يختصرون لك الموضوع، بدل ما تحسن زيهم بسنوات يختصرون لك الموضوع تحسن بسنه سنتين فقط، ولا اللي انت مرت فيهم مروا فيه. زي ما قلت، ما في خيال ولد خيال، اللي ولد خيال خراط. هذا يقودني للنقطة الثانية، موضوع ضعف القوة اللي مرتبطة بموضوع اللي كنت أقول عدم تطور الأشخاص، أو أشخاص يرونهم صح من يدخل في الخيل. عندما أتكلم فيها كنت أقول الموهبة، عشان تحدد موهبة شخص. طبعا الموهبة شيء عبارة عن شيء، خلينا نقول يعني يدخل فيه الرأي، مو بواقع، أنك أنت ترى أنه موهوب، أنا ما أرى أنه موهوب، أنا أرى أنه موهوب، أنت ما ترى أنه موهوب، فيبقى فيها رأي. لكن بشكل عام لما تشوف الشخص تو راكب، أول مرة راكب، خاصة الصغار في السن، تقدر تحس هل هو موهوب أو موهوب، شخص خيال يقدر يقيم، تلقاه يقيم الشخص لك كان تو دخل الخيل وهذا موهوب، او يقيمه لما صار يركب ركوب صحيح لحد ما. لكن في الوسط لما يكون مو بعلمي مره ولا هو مره خيال، بينه وبين ما يناخذ موهبته، لانه شغله حوسه شوي، فبس يركز على طريقه الركوب، ما يركز على الموهبه. بشكل عام ما اتكلم عن الموهبه او الاستعداد او الخبره، نتكلم عن طرق الركوب بشكل عام. تلقى كثير من الناس يركبون، طبعا كل الناس بدون استثناء يركبوا خطا، زي ما قلت اي واحد يركب او ما يركب حصان يصير معلمي او مبتدئ، ثم تدريجيا تحسن، او تدريجيا في حاله كثير من الناس يسوء، زي ما قلنا في خبره ايجابيه خبره سلبيه. بشكل عام لما تبدا خطا تقدر تقيم الشخص اللي بادي خطا من نفسيته، الشخص اللي والله اعلم بيصير خيال او بيركب ركوب صحيح او يعني بيتطور يتوجه، زي ما قلنا هدفه نفسه والحصان. ليش تاخذ الخيل؟ عشان ابغى احقق هدف معين، ابغى اتحكم، صرت تحكمته، انت عندك هدف معين حققته، صح تستمر في كدرجه، بس عندي هدف معين حققته. هدفي نتحكم بأي حصان تحكم تام وعلى رأسها العسيف، حققت انت الهدف تحقق. لكن أكرر واستمر عشان تحسن الدرجة، زي القرآن، تختم القرآن، ممكن تختم القرآن، لكن عقب ما تختمه تقرأ مرة ثانية، تبغى تختمه مرتين ثلاث وأربع، فتقدر تقول ختمت الركوب، لكن تستمر، ما في حد أدنى، لا ما في عفوا حد أعلى، في حد أدنى لكن ما في حد أعلى، فتستمر تحسن. ولا الخيال لما يجيب الناس نفس النتيجة للسنين، خلاص يوقف خيال، ليش يركب حصان؟ ليش يركب فرس؟ يعني كثير ناس تعلمت الركوب خلاص ما يحتاج اركب، خلاص تعلمت الركوب بتعلم شيء ثاني، هذا لعب زمان. فبشكل عام اللي يركب ركوب خاطئ وسيستمر خطا والله اعلم، تلقى ما يركب تو باقي اسبوعين هالسبيع اربع اسابيع اللي هي، تحس فيه ثقه، مو تحس فيه ادعاء، مو متجاهل، خليك مو متجاهل من الخراط، لا انا على الجاهل، تحس فيه ثقه، يعني ركاب النان وماشي وطالع الحصان ماشي ورايح وراجع، وشكل فوق الحصان، يعني وزن زايد فوق الحصان فقط لا اكثر ولا اقل. طبعا الحصان هذه وما ودعت حصان لاختبارات حقيقيه، هي اكثر من 900 من موضع اهل الخيل، هو يعني تفادي الاشياء الخطيره، وهذا صح طبعا، دائما تركب خطا، انا اول واحد بيقول تفادي الاشياء الخطيره، بس اعترف على الاقل اسكت، اما تدعي انه مشكله. ف طالع ورايح وراجع، كان ما في ما كان شغله مضبوط مره 100%، ما يحتاج هذا الشخص، لن يطور نفسه لانه ما عنده هدف معين اللي هو الابداع مع نفسه عن طريق الانسان يوريه، عنده هدف الناس يمدحونه. ومن ضمن اهم الاشياء اللي تخلي الناس تمدحك الشكل، شكلين خلينا تكون واثق، خليك واثق من نفسك، شد لما يطعون لك وشدونك وتقطع لهم، والموضوع على ما قالوا سليم. بعد اسبوعين هالسبيع صار يكسرك او يحوسك عادي، شو المشكله؟ لا تعلمهم، لا تقول شيء، لا تقول لهم صار شيء ما تتخيل. لكن اللي يركب ركوب صحيح ابتدى يتقن، يعني بعد سنين شوف لي الكمور ركوب صحيح، اي طريقه، طريقه امريكيه، دسا، طريقه اسبانيه، طريقه فرنسيه، اي خيال حقيقي كطريقه، طبعا صفنا على مهمته وسداده، تلقاه منطقيا يسوي اشياء 90% او 80% من اهل الخيمه يسوونه، ومع ذلك ما زال يطالب بالمزيد، ما زال يحاول يوزن حصان، ما زال يحاول يعني يسال الحصان يعطي زياده، يستفز الحصان، يلعب مع الحصان، يهبل الحصان، يبغى اشياء زياده.
فالشخص اللي تقريبا جاب كل شيء بأمر الله كأساسيات يستمر يطلب الزيادة، لأن هدفه هو أن يحقق هدف لنفسه مو للناس، بينما اللي يبغى اعتراف الناس بأسبوعين يجيبه بشكل أو بآخر. فالثقة مب دائما على تعني أنك صح، مو بأي واحد واثق مع الشغل صح، لأن يعني كثير من أنواع الثقة جاية عن جهل، شخص بالفعل يعتقد أنه مضبوط لكنه مو مضبوط، مو هو شغله مضبوط، لكن ما يدري ان شغله مو مضبوط لين يطيح الفاس في الراس، لين يجي وقت الجد. طبعا لما يجي وقت الجد ينتقل من الجهل الى التجاهل. كان جاهل سنه، حصان ما جاء في وقت حقيقي في وضع حقيقي خطير، فلما جاء الوضع الحقيقي الخطير حاسه الحصان، شو بيعترف؟ يعترف يقول اعترف ان السيارة راحت كلها خطأ، يقول لا، فينتقل من الجهل الى التجاهل. وطبعا المتجاهل هو ابو الثقه، انه يصير عنده فن في الكلام اكثر ما هو فن في بالفعل. فالضعف والقوه تدخل فيها، كونك تستعمل الارخاء، اي واحد يستعمل الارخاء على غير سنه مجرد انه انتهينا، هذا كنا نسوي اللي هو بترك عثاك انك بحمار لك ببغل، ثم ينطلق فيك تشعبط فيه. اي شخص ركوب مبني على انه يركع عيانه وبس، لما يوقف صار يجره، هذا يعسر. الارخاء والشد وجهان لعمله واحده، الضعف والقوه في الخيل في خياله وجهان لعمله واحده، وضعتها مليون مره. اللي يرخي لما يخاف حصان لا شعوريا يتشعبط فيه، يستعمل قوة، واللي مستعمل قوة لما حصان يعطيه فجأة لا شعوريا يرخي أو يرتخي عنه وما يواكبه، صح؟ اللي يستعمل قوة استعمل الضعف، واللي يستعمل الضعف استعمل قوة، وجهان لعملة واحدة. النقطة الثالثة العض مع المهرة أو المهر أو الخيل بشكل عام، طبعا تكلمت عن عض كثير مقاطع فيديو كثيرة. بشكل عام طبعا باختصار العض زي ما قلت طبيعة في الخيل، لما اقول طبيعه في الخيل هذا واقع ليس راي، زي ما قلت 900 او 100 100 ما اقول واقع ليس راي، دوريكيه. عض الخيل طبيعه في الخيل، الخيل تعض بعض وطبيعي انها تعضك وطبيعي تعض المخلوقات الاخرى، المخلوقات الاخرى. لكن العض ما هو عيب ولا هو ميزه، بعض المرات يكون ميزه وما تكون عيب. الحصان ممكن يعض يلعب، ممكن يعض بهدف الايذاء، ووضحنا متى يعض بهدف الايذاء ومتى يعض بهدف اللعب. بهدف اللعب يعض بدون ما يلحق العض بشيء ثاني، ما يضرب بعد العض او قبل العض، ما يصقل بعد العض او قبل العض. صار يعضك تدخل تحت ما يسوي شيء، يعضك تطلع على ظهره مهره بدل عسل ما يسوي شيء، يعضك تمشي وراه ما يسوي شيء. هذا عض لعب، زي ما يلعب مع اخوه ولا مع اخته ولا مع امه ولا مع ابوه، وهذا شيء ايجابي وميزه ليس عيب. وفي عض سلبي اللي هو قبل او بعد ما يعضك كسرك يعورك، يبغى يعور. طبعا هذا زي ما قلنا سلبيه جت منك، دربته خطا فانحاس الحصان، او دربته صح فاستفاد. النقطه هنا اللي ما يبغى الحصان يعض، بصرف النظر عن يعضني لعب او يعضني كهجوم، الزبده يبغى يعض. شوف انا ليش ما يعض؟ سهل جدا. طبعا زي ما وضحت لما الحصان يعض تقول لا تعض بيعض، سواء كان يعض لعب وما تبغى يعض بيستمر يعض لعب زياده وينتقل الى الطبع، او يعض بهدف الايذاء تقول لا تعض يعض زياده وينتقل الى طبع اقوى. فمنع العض اذا كان هدفك تقدر تجيبه بدون ما تقول لا بشكل واضح، لا يحس ان اللا حقتك انك تقول لا تعض. سو اشياء معينه تخليه هو يختار انه ما يعض، تخليه يكره العض. زي ما تقول كره في العض، لا تعاقبه اذا عض، لا كره في العض. لكن لما تعاقبه اذا عض يربط من اللي سويته والعض فيستمر يعض، زي ما قلنا الحصان يعاند. لما تقول لا يقول الا، لكن ضيعه. على سبيل المثال زي ما قلت موضوع التاكيل باليد، لا شك ان يعني حتى يكون ركوب صحيح يعني خيال حقيقي معروفين عبر التاريخ يتكلمون في النقطه هذه، انا ضدها تماما وتكلمت فيها، لكن بشكل عام يرون ان الحصان لما تعلم ان ياكل بيدك، ياكل سكر او تفاح من يدك، يصير يعرف يعضك، يتعود على العض. افضل طريقه انك تاكل حصان بعصات وتحط الاكل في معلف وتعطيه الاكل بيدك. طبعا انا ضده ووضحت، لان هم طريقتهم في الركوب في الجود بالذات ما يقدرون يردون الحصان عنهم، ما يقدر يوزن الحصان بالعنان لدرجه انه يبدا يدق حصان ريوس باي لحظه او انه يوزنه، فيخاف انه لما الحصان يبدا يعضه بدوك لما يعطيه سكر ويعطيه تفاح تتطور هذه المساله لما يقعد الى تشنيع وانه يضربه، ولو شنع وضربه ما يقدر يرد عنه تحداه. يعني مشكله في وضعهم كلام صحيح، لكن ما يعني انها صحيحه دائما. لكن بشكل عام الاكل تعطيه بالمعلف او تعطيه بعصات او تعطيه، انا شخصيا جربت ايضا فكره حلوه انك تحطه بصحن، تجيب لك صحن او سطل صغير لما تعطيه بيدك اعطيه بالصحن، صدام يتعود يعض الصحن ما يعض اليد. هذه النقطه الاولى اذا كان عض طبعا من الاكل هي. ايضا لما يعض الحصان دام ما تضرب الحصان على بالعصات او بجلد على فمه او على جسمه لما يجي يعض، اثناء عضه زي ما وضحت قلت عضه بيدك اقبص بيدك او امسك الفك من تحت او امسك الخشم من فوق، او اذا كان عليه رشمه امسك الرشمه. لما تقول واحد يمزح معك مزح ثقيل انت ما تبغى تمزح،
تكف ما يحتاج تصفقه، هو يمزح معك انت، ما انت على ما قال مزاجك مو مزاج مزح، ما تبي يمزح، لما تقول مثل معرفه تبغى تقول له مثل المعرفه، تعطيه كف، تبغى تقول له صار مثل المعرفه، هو يحاول يعضك، امسك الرشمه وركب، ما قلت انتهي، خليك جدي معه، بعد فتره صار اللعب يروح خلاص. اذا كان شغلك صح، لاحظ انا اكلمك عن شخص شغله صح ولا يبغى الحصان يعض، مع انه نادر ما تلقى الشيء هذا، تلقى الشخص يركب دائما ركوب صح وده الحصان يعض معه، بالعكس يتمنى، لان الحصان معناته انه يقيمون عليك. لكن بشكل عام اذا كنت تخيل تقول صح تركب صح كل شيء مضبوط ما تبغى يعض، خلاص حلو خلي شوك جدي، لا تعطيه فرصه ان يلعب معك في بدوك، عطوه مسك الرشوه ركب، ما قلت انتهينا. مع الوقت خلاص هو يحس انك ثقيل دم، يصير معك ثقيل دم، فما يعض. طبعا موضوع اللي كانت تلحق يعني العضه بضرب صقل او يعني عض بهدف الايذاء، هذا معناتها العض اقل المشكله، يعني اقل شيء في المشكله هو العض اللي قاعد يسويه، لان ضربه اخطر وأسوأ، وهبد بيده أسوأ وأخطأ، مثلا في بايك أو في بدوك، معناته جودك خطأ أو تعاملك مع الحصان في البدوك خطأ. فلا بد تحسن تعاملك كله في البدوك، أو تحسن تعاملك في الجود كله، أو تحسن تعاملك في الركوب كله. بعدين تدريجيا تصل للمرحلة اللي تكلمنا فيها موضوع العض، إنك تحاول تدريجيا تخلي ما يعض. لكن إنك تقول لي مثلا أبغى أقضي على العض فقط بدون الضرب، أو أقضي على الضرب فقط بدون العض، بدون ما أتعامل مع حصان في البدوك صح، وبحل المشكلة بيوم، ما يمكن، هذا شيء مو موجود في الخيل. زي ما قلت لما شخص يقولك مستحيل شي تسوي شيء معين، انت سويته لانك قلت هو مستحيل، يعني هو قال مستحيل انت قلت هو مستحيل، فكان المطالب بالدليل انت الان سويته، الان هو يقول في شيء معين مو مستحيل، المطالب بالدليل هو فيسويه. عايز تدخل تحت نقطة زي ما قلت، الخيال ما يمكن يستمر على وضعه، يا يزين يا يشين، يا خبرة إيجابية يا خبرة